أولاً الجزائر يعني لديها تصالح مع الإعلام الأجنبي، يعني أنا من ناحيتي حسب ما غطيت أكثر من مؤتمر وأكثر من قمة من 2022 إلى 2024، وأنا أغطي كل عام مرتين أو مرة في العام. يعني أهمية الانتخابات الجزائرية في الإعلام الأجنبي، يعني أنا أؤيده أن يهتم الإعلام الأجنبي في الانتخابات الجزائرية، لأن هناك بعض الإعلام الأجنبي قال بأن هناك تضييقات على الإعلام الخارجي ومنعه من الحصول على التأشيرات والاعتماد. يعني نحن لم نجد هذه الصعوبة حتى من أول مرة أتينا فيها إلى الجزائر لتغطية أول عمل لنا في الجزائر، لم نجد أي منع، ولم نجد أيضا إلى الآن أي منع. يعني التغطية الإعلام الأجنبي للانتخابات في الجزائر هو تكريس لفكرة بأن الجزائر أصبحت دولة لها طابع، لها طابع خاص في المحافل الدولية من ناحية القضية الفلسطينية، من ناحية تزويد لبنان في الطاقة الطاقوية، أيضا في الموقف في القمة العربية والمصالحة الفلسطينية الذي تمت قبيل القمة العربية. يعني في خلال الانتخابات الجزائرية، يعني أنا البارح وصلت، اليوم علمت بأن هناك 6 استوديوهات مجانية للاستضافات، محللين سياسيين وسياسيين أيضا وصحفيين. يعني يحق لنا إعلام أجنبي إعلام محلي باستخدام هذه الاستوديوهات، وكأننا في مؤسساتنا ولسنا وافدين لتغطية عمل ما، ويقتصر عمل ما عند الوافد الإعلام الأجنبي، خاصة بأنه يكتفي بالكاميرا في أي زاوية من زوايا القمة أو المراكز الإعلامية. الآن لدينا استوديوهات مجانية، لدينا تسهيلات، لدينا أيضا في غرف الصحافة معلومة واضحة، أيضا وزارة الاتصال لديها تواصل واتصال أيضا مع الإعلام. هذا ما يحتاجه الإعلامي وخاصة الأجنبي. الإعلامي الإنترنت ماذا عن سرعة تدفق الإنترنت؟ لا جيد، إلى الآن جيد. يعني أنا دائما عندما أجد صعوبة في الإنترنت سأذهب إلى الجزائر لديهم إنترنت، فأذهبوا إلى الجزائر لديهم إنترنت. جيد، ميرسي.